السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موعدنا اليوم مع درس النشاط العلمي للسنة الأولى إبتدائي. الدرس ألا وهو أتعرف المحيط الخارجي. كيف أتعرف على المحيط الخارجي وما هي الوسائل المستعملة باش نعرف المحيط الخارجي؟ غنلاحظوا وضعية الانطلاق. نلاحظوا هذه الصورة. هذه الصورة كيبان لنا فيها ولدان، بنت وولد. الولد يشم وردة والبنت تتذوق المثلجات. هنا يوظف الطفلان حواسهما أثناء النزهة في البستان، يعني قال لنا أنهم يوظفوا الحواس ديالهم. هذه توظف حاسة الضوء وهذا يوظف حاسة الشم. هنا أتساءل، أشنو السؤال اللي يمكن لنا نقول في هذا الدرس؟ هنا التساؤل ألا وهو كيف تعرف الطفلان إلى ما في يديهما. أفترض كل طفل يستعمل حاسة مختلفة. هذا هو الافتراض، أن كل طفل يستعمل حاسة مختلفة. هنا يستعمل الطفلان الحواس نفسهما. هنا يمكن لنا نقوله أن الطفلان لا يستعملان حواسهما. لا يستعمل الطفلان حواسهما. هنا أختبر وأجرب. هنا ألون بالأحمر ما يشم وبالأصفر ما يتذوق. هنا لدينا العنب فهو يتذوق، هنا وردة تشم، وهنا لعبة. هنا هذه وردة كتشم، وهذا ميديا كيتسمع، وهذه تلفاز كتشاف بالعينين. دونك غادي نلونو العنب بالأحمر لأنه يشم. هنا نجيو الوردة تلون بالأحمر والعنب يلون بالأصفر لأنه يتذوق. هنا نبدأ بالوردة الأحمر لأنها تشم، نلونها بالأحمر. قد نلون لها الأغصان بالأخضر كما في الطبيعة. والغصن كذلك بالأخضر. هنا نجيو للعنب، قلنا أنه يشم يلون أنه يتذوق، نلونه بالأصفر. الورق ديالو راه كيكونوا بالاخضر كما في الطبيعه. هنا سالينا التلوين ديالنا، دونك ندوزو السؤال الموالي. أدون وأتقاسم. هنا أضع رقم واحد تحت ما يرى، واثنان تحت ما يشم، وثلاثة تحت ما يسمع، وأربعة تحت ما يتذوق، وخمسة تحت ما يلمس. هنا لدينا العسل هو يتذوق، يعني غنوضع عليه الرقم أربعة.
هنا بعد ما وضعنا الأرقام، 4 العسل يتذوق، 5 الكرسي يلمس، الوردة تشم، وضعنا عندها الرقم 2، و3 الهاتف يسمع، والبحر يرى. نمر إلى الصفحة الموالية رقم 8. هنا الدرس تتمة في الدرس أتعرف المحيط الخارجي، تمكنني حواسي من تعرف ما يحيط بي، يعني لونتوغاج. أصل عضو الحاسة بمكانه في الرأس، يعني هنا الأذنين غنوصلهم للبلاصة ديالهم في كينين في الرأس ديالنا، والعينين والأنف، وكذلك اللسان. هنا الأذنين هذا هما المكان ديالهم، وكاين الودن من جهة أخرى. العينين هذو هما المكان ديالهم، يعني كاين عين هنا وعين أخرى هنا. هنا اللسان المكان ديالو هنا، يعني وسط الفم. هنا الأنف المكان ديالو بين العينين والفم، هنا مكان الأنف. هذه صورة مقربة لوجه. هنا باء أحيط بخط مغلق الحاسة الناقصة. هنا العين، عندنا العين في هذه الصورة. هنا الأذن، عندنا الأذن ها هي، الأنف ها هو، اللسان تذوق ها هي، الحاسة الناقصة وهي حاسة اللمس، بخط مغلق، أحيطها بخط مغلق، هذه الحاسة الناقصة. السؤال الخامس، أقوم وأدعم. أصل بخط بين الحاسة والصورة التي تناسبها. هنا هذه إشارة للموسيقى، يعني باش كنسمع الموسيقى بالأذن. هنا هذا يشم وردة، يعني كيشمها بالأنف. هنا هذه كتذوق، عفوا، هذه كتذوق المثلجات باللسان، وهذه كتلمس القطة باليد ديالها، يعني حاسة اللمس. إلى هنا نكون سالينا هاد الدرسين أو الدرس ديال الحواس، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وإلى اللقاء في دروس قادمة إن شاء الله.